بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. هنكمل الدرس الأولاني مع بعض. سليم فرير، يعني مرحبا أخي. كومون سافا، كيف حالك؟ جاشيت تو سو كو فو ديموندي، يعني أنا اشتريت كل ما تريدونه، أنا اشتريت كل حاجة أنتوا عايزينها. يعني ده بالنسبة للجملة الأولانية، وخلي بالك من سيكو معناها ما. اون تيشيرت ا مون بير، يعني تيشيرت لوالدي. ان روب ا فلور، يعني فستان مشجر ا ما مير، لوالدتي. و ان كوستيم نوار ا توا، بدله سمراء من اجلك انت، يعني ليك انت يعني. Et une chemisière bleue à manches longues à ma sœur Hand. و شميزير قميص ازرق باكمام طويله لاختي هند. هند ايه مهم؟ بتحب اللون الازرق طبعا، هو البلو يبقى ازرق، يبقى هاخد بلو، بحب اللون الازرق. بكوف. بعد كده السؤال اللي بعد كده طبعا بيقول ياسين اشترى تيشيرت الميل والده طبعا سون بير. ياسين أشتا، يعني ياسين اشترى. إن روب فستان طبعا أفلير مشجر لوالدته. أفلير فين؟ أهي. لو بير دو ياسين، يعني والد ياسين عنده طبعا عنده دو فيس ابنين، إي إن في وبنت. دو فيس إي إن في، أهي دو فيس إي إن في. في القطعة اللي بعدها مباشرة مكتوب عندنا فوري، منتدى للشباب على الكلوب دولوكي، عن شلة أو مناقشة عن الإطلالة المناسبة. هنا مارك بيقول كاسكو فوزيمي بورتي، ماذا تحب أن ترتدون؟ طيب مارك بيقول جو بريفير بورتير، أنا أفضل ارتداء دي بونتالون دي كولير فونسي، يعني بنطلونات من ألوان غامقة. تيشيرت أورانج، تيشيرتات برتقالي. جيم لي فيتمون دو ماركا، انا بحب الملابس الماركات. جيم ماتر دو روب روج، يعني انا بحب الفساتين الحمراء. ان كوتون من القطن سون مونش، بدون اكمام. جي في اسيستيغا ان مارياج، انا بشارك في حفلات زواج، ده بالنسبه للورا. اما تيو بيقول جيم بورتي ديزاين روك، انا بحب البس الجواكت من الصوف. اي دي بانتالون اون جين، بانتالون اون جين يعني بنطلونات من الجينز. بورموا ده بالنسبه لسوفي، بقى بتقول بورموا بالنسبه لي جادور لي فيتمون، انا بعشق الملابس بلو زرقاء، سي براتيك انها عمليه. سي بيرسون، هؤلاء الاشخاص بارل، يتحدثون عن ايه؟ عن الفيتمون طبعا. تيو بيحب ارتداء ايه؟ طبعا الانو روك اللي هي الجواكت. ام ليف لي سيرفيتمون، مين بيحب بقى السيرفيتمون زي ما احنا شايفينها عندنا؟ ده سوفي طبعا، سوفي اللي بتحب السيرفيتمون. طيب لورا بترتدي فساتين ان كوتون من القطن طبعا، ده بالنسبه لورا، هي قالت انا بحب ارتديها من القطن بدون اكمام. سون مانش يعني بدون ايه؟ اكمام. سؤال هنا، كلي تون لوك بريفري، يعني ما هي الإطلالة المفضلة ليك؟ جيسي عندها كان زو 15 سنة بتقول فوالا، فوالا سو كو جو بريفير، ها هو ما أحبه بورا ليغو لوسي، للذهاب إلى المدرسة. أن تيشيرت مانش كورت، تيشيرت بأكمام قصيرة. سور أن أوتر مانش لونج، على واحد بأكمام طويلة. وبنطلون جينز واسع. طيب بالنسبة لسوفيا عندها 18 سنة بتقول موا جي مي سون بيان، يعني بشعر بالتحسن أو ببقى كويسة. دون زنتيني دو سبورت، في الملابس الرياضية، بلوزون جاكيت كده، اي اون بانتالون، وبنطلون دو سيرفيتمون، بنطلون الترينك. أما لورا بتقول، دي عندها فاندوزا، عندها 22 سنة، بتقول بور لو ويكوند، بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع. Et les grandes occasions ou les مناسبات الكبرى. J'aime bien porter des jupes. أنا برتدي جيبات، دي شيميزير وقمصان. أو دي روب سون مونش، أو فساتين بدون أكمام طبعا. سي بيان ده كويس.
سيبرسون هؤلاء الأشخاص بيتحدثوا عن إيه؟ طبعا الأشخاص دول بيتحدثوا عن ملابسهم المفضلة، يبقى leur vêtement préféré. leur vêtement préféré يعني ملابسهم المفضلة. le si porte pour aller au lycée، le si بترتدي إيه لذهاب المدرسة؟ طبعا هنا هناخد جان، بنطلون جانز. لورا بترتدي جيب دي جيب جيبات طبعا للمشاركة في ال ويكوند، في عطلة نهاية أسبوع أو الحفلات الكبيرة. طبعا هنقوله هنا بندون لو ويكوند. سوفي أم أتر أنتيني، يعني سوفي بتحب تكون في زي، طبعا هنا هتبقى زي رياضي سبورتيف، مش زي عمل ولا سهرة ولا زي مدرسي. طبعا كلمة سكولار. طيب عندنا دي نو، يعني قول لنا تو سيغ تون كوبان بريفري، قول لنا كل حاجة عن صديقك المفضل. طيب نتا هيقول لنا ايه هنا؟ طبعا نتا عنده 16 سنة، بيقول سالي، يعني مرحبا. مون كوبان بريفري يعني صديقي المفضل. اي بيرنو بي سوبرنو، انه بيرنو اللي بلون زيو بلو، يعني هو اشقر وعينيه زرقاء. بيرنو اي موا، بيرنو انا، انا لي ميم ابي، عندنا نفس الملابس الجان والتيشيرت. الى ان راكيت، هو عنده راكيت للتنس طبعا. الا ما في اليد، اي ان غروند جيتار سور سون تيشيرت، على التيشيرت بتاعه. الا ما et une grande guitare sur son t-shirt. D'accord. هو الرسمة الموجودة يعني على التيشيرت، عشان تبقوا انتوا فاهمينها. كرة تنس كده في ايد حد، وطبعا في جيتار وكده على التيشيرت. أنيس بتقول كوكو 14 سنة طبعا. مون ما كوبين بريفري، صديقتي المفضلة سيدينا، انها دينا اللي رسامبل بيكو، يعني هي تشبهني كثيرا. كلمة رسامبل يعني تشبه. علي دو لون شوفو بيرن، هي شعرها طويل، و بيرن يعني بني او قمحي. ال بورت دي لونج مونتو، هي بترتدي معاطف طويلة. كار سون كومفورتابل، لأنها بتكون مريحة. بيرنو بيكون بلون طبعا، أشقر أشقر هنا طبعا. مين اللي بيحب التنس؟ طبعا اللي بيحب التنس واضح أوي إن هو بيرنو برضه، لأنه يعني متعلق بيه شوية. دينا بتحب ارتداء المونتو المعاطف طبعا، مونتو يعني المعاطف. ناتا وبيرنو عندهم نفس اللبس، طب نفس اللبس، الميول الجسم يبقى لو ميم لوك، نفس الاطلال، نفس اللبس عندهم، نفس اللبس اللي هو التيشيرتات والايه والتيشيرت. هنا انكليونت زبونة بتقول بونجور جي شيرش ان كرافات بور مونا ماري، انا ببحث عن كرافاتة لزوجي. فالفوندير قالها فوالا نو زافو بوكو دو موديل، احنا عندنا كتير من الموديلات. سي بور كال اوكازيون، دي لاي مناسبه. قالت له بور سون ترافاي، للشغل بتاعه، الي بروفيسور هو مدرس. يفو شوشي ان كولوري بارتيكولير، يعني انت تبحثي عن لون معين، كولوري لون معين. فهي قالت له جيفي ان كرافات روز اغيور على مود، انا عايزه كرافات روز ورديه كده مخططه مقلمه يعني على مود، على الموضه. كار يل مي توجور دو كرافات مارون اوني، لانه دايما يلبس كرافات بني ساده. جميل. فقال لها سات كرافات، هذه الكرافات اي تان سوا، بتكون من الحرير ناتورال الطبيعي. سي سوبرب، يعني انها رائعه. جي في لا بروندر، انا هاخدها. لو ماريدو سات فام ترافاي دون زين ايكول، يعني ال ال الزوج بتاع السيده ده بيعمل في ايه؟ في مدرسه، هو مدرس فبيعمل في مدرسه، مش مستشفى ولا جريده طبعا ولا مجازه. سات فام فاشوتير ان كرافات، هتشتري كرافات طبعا. ارايور، ارايور احنا قلنا يعني مخططه، لا ما فيها خطوط بطول كده. سات كليونت، هذه الزبونة فو سي موديل دو كرافات، يعني هي عايزة هذا النموذج من الكرافات، لأنه بيكون على الموضة. كار
سيت على مود لانه بيكون على الموضه. مبري وفوضى صح او خطا سات كليون تهزيز هنا سوف تشتري كرافات من القطن. طبعا الجمله هنا فو خاطئه لانها هتشتريها اون سوا من الحرير. دون سي ماجازان في هذا المحل اليا بليزور موديل دو كرافات يوجد موديلات كتير من الكرافات دي فري طبعا صحيحه. لو ماري دو سات فام ام لا كولير ماكون يعني زوج هذه السيده بيحب اللون البني دي صحيحه طبعا لانه دايما بيلبس كرافات بني ساده. تعالوا بقى بالنسبه للسيتواسيون المواقف تي دي موند اتون كوزان انت بتطلب من ابن عمك سون افي رايه عن الفيتمون فبتقول له كاسكي تي دي. اول جمله صحيحه طبعا كلي تون افي سيغ سي كوستيم فدي جمله صحيحه. و كي بون ستو دو سات فيست برضه جمله صحيحه لان ده انا بسال عن اللبس والراي واحنا خدنا الراي بقى كليتون بونيون كليتون افي اترا الى اخره. تون امي تي دو موند تون افي يعني صديقك بيسالك عن رايك سيغ سون بول عن بلوفرو كاسكي تي دي ماذا تقول فانت بتقول له طبعا ان البول ده تري شيك دي جمله تمام. سيتان بول ان لان ده من الصوف لا مش هتنفع هتقول سا ne tu vas pas du tout هذا لا يناسبك اطلاقا فده ابداء للراي فعلا اما الباقي مقاس وسعر. تينا دمير بقى انت لم تعجب او لا تعجب بزي صديقك فبتقول له سيدي مودي انه او سيموش الاثنين بمعنى سيء او خارج الموضه. تونامي صديقتك سانفور مسيو لامود بتستعلم على الموضه كاسكيل دي ماذا هي تقول فبتقول لاموند دي سيت اني سو كوا يعني الموضه بتاعت السنه دي هي ايه وكمان بتقول كلي لو لوك دو جور ما اطلالت اليوم. تي ديكري يعني انت تصف تي شوسات يعني جواربك الشرابات بتاعتك فبتقول طبعا في وصفك للشراب بتقول هنا ال سونت اللين هي من الصوف اطمش في وصف ليها بديها الماده الخام بتاعتها و ال سونت لاسي هي بتكون برباط لا طبعا الشراب ما بيكونش برباط هي بتكون من قطع فيها نقط خفيفه صغيره كده تبقى دي سليم. طماغ ني ابريسي با تون لوك يعني والدتك لا تستحسن اطلالتك فبتقول لك طبعا سيموش ده سيء او هتقول لك سا تي نو تي ني سور با كوم سا انت لا تخرج بهذا يعني مش هتخرج بالشكل الزباله ده. والجملة دي طبعا احنا بنسمعها كتير بالنسبة للأمهات والآباء طبعا لأنهم بيشاركوا في الرأي ده بالنسبة لبعض الحاجات المستفزة في اللبس أو في الحلقات الحلاق يعني. تي دي موندا تون أمي أنت بتسأل صديقة سو كيل بورت أن إيفير ماذا يرتدي في الشتاء؟ أما يقول لي الشتاء يبقى هرتدي سويتا كابوش تمشي جميلة هرتدي جالي لا شيميزا لونج كورت لا هرتدي بلوفر دي صحيح. شوف الجملة الأولانية هرتدي بلوفر وهرتدي بالكابوش دي داكو. في رقم 8 بقى بيتكلم عن توم فرير اخوك كيما شتاغ عن سويت عايز يشتري سويت ده فهتقول له ايه؟ هتقول له روح محل الملابس جميل. هتقول له روح البوتيك جميل مش المكتبه طبعا مالناش دعوه بيها ولا السيبر كافيه سايبر ولا البنك طبعا. تي او ماجازان دي فيتمون انت في محل الملابس كاسكي تي دي او فوندير ماذا تقول للبائع؟ فطبعا هتقول للبائع كلي فوتر تاي لا كلي لو بري ما سعر البلوفر دي جميله. هتقول له اين كابينه التجربه او اللي هي خلع الملابس كابين دو سياج اللي بتاعت التجربه او المقاسات يعني. تي دي كري انت تصف لاتيني دو تاسير يعني ايه لاتيني دو تاسير يعني زي اختك فبتقول اختي بتحب الروج لا بتقول اختي بترتدي روبا با دي جميله الجمله دي. اختي عندها تيشرتات اختي اشترت جيب اختي ترتدي جيب فلور ترتدي جيبات مشجره. تون امي تي دي موند كومو اي تانو الجيب يعني صديقتك بتسالك كيف تكون الجيبه الجديده بتاعتك.
كاسكتي دي ماذا أنت تقول؟ فأنت بتقول إليتري كارت، يا سارة جدا. إلي إليتري كارت، أيوة قصيرة جدا، يبقى ده وصف اللي هي أول جملة. نو اللي هي دي، وهي فيولات برضو تمشي، إن أنا بقول بنفسجي فده وصف ليها طبعا. طبعا دي تجيب اي سيري جبتك انت، يعني بتكلم عن الجيبه بتاعتي انا، لا ده صديقتي اللي بتسالني. يعني في رقم 18 تي دي كري لا فورم دو تون بلوزون، يعني انت بتصف الشكل بتاع الجاكيت بتاعك، البلوزون بتاعك، فبتقول بلوزون الي ان كوتون، هو من القطن، ده مش شكل، ده من الدخان، ولا بتقول الي على مواد على هو بقى كمان طويلة، دي جملة كويسة. وإلي أ كابوش، إلي أ كابوش يعني هو بزنط. إلي أ كابوش، ولا إلي أ فلور، هو بيكون مشجر. طيب داكور، يبقى هو بيكون بكابوش. طيب انا بوصف هنا الشكل، لو كنت بوصف الموتيف اللي هي النقوشات الاورينمون الديسان الرسومات، كنت قلت اللي هي بتاعت فلور. داكور تي ديموندا تون امي، انت بتسال صديقك سون لوك بريفري عن الاطلاله المفضله بتاعته، فبتقول له كيلي كال تيني تي بريفير، اي زي انت تفضل، وكان لوك امتي، اي اطلاله انت تفضل عندنا. الجمله اللي بعدها طبعا تي دي موند اتون امي، انت بتسال صديقك بوركوا اي بريفير، لماذا يفضل فيتمون دو مارك، الملابس الماركات، طبعا عشان هي الكاليتي بتاعها الجوده بتاعتها عاليه، وهي بتكون من خامات ممتازه جدا، يعني ماتيار تريز اكسيلونت، يعني من خامه ممتازه. انت بتستحسن تي ابريسيي لو لوك دو تونامي، انت تستحسن زي صديقك. كاسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ سي جونيان، لانه رائع. وطبعا ست شي نو سي دي مودي جو ديتست، تي تابي تري بيان، انت ترتدي جيد جدا او بتلبس بطريقه جيده جدا، واحنا قلنا سابيي بيدل على طريقه اللبس او على سبب اللبس او الشكل العام بتاعه. هنا في السؤال هنا تي بارل، انت تتحدث، تي بارل يعني انت تتحدث. داكور، لمين بقى؟ لصديقك عن الموتيف ده فاتمون، الموتيف اللي هي النقوشات، قلنا مع بعض كلمة موتيف نقوشات. داكور، اللي بتاعت اللبس، فطبعا هنا هختار سيتان نقوشات، طبعا هختار اللي هي كلمة بوا وكارو والحاجات دي، يبقى هنا سيتان جيب اكارو. دي جمله صحيحه تمام. وكمان هقول ايه؟ هقول سيتان غوب ابوا بلون. شايف؟ يبقى هنا انا ركزت على كارو بوا، دي نقوشاتي موتيف. تي ماركو فوندي تي ديموندو فوندي، يعني انت بتسال بائع لو بري، سعر دون فيتمون، سعر ملبس. سعر ملبس كون بياكوت سي تيشيرت، كم يتكلف هذا التيشيرت، او ما سعر هذا البنطلون؟ سؤال عن السعر بقى، وهتلاقوا عندكم برضو ازاي انا اسال عن سعر الحاج. تي دي موندو فوندي، يعني انت تسال بائع لا ماتيير دان بنطلون، يعني ماده الخام بتاعت البنطلون. كاسكي تي دي، ماذا انت تقول؟ اون كوا سو بنطلون، من اي شيء يكون هذا البنطلون؟ وكالي لا ماتيير دو سو بنطلون، يعني ما الماده الخام لهذا البنطلون. لو فوندير تي دي موند تاتاي، يعني البائع بيسالك عن مقاس الطول بتاعك، فبيقول لك كلي فوتر تاي، وكل تاي فيد فو، كلي فوتر تاي اهي، وكل تاي فيد فو، يعني اي مقاس انت بتعمله. في الجملة اللي بعدها فان تي سي ان بونتالون مي ايل ني تو بلو با، يعني انت بتجرب بنطلون ولكن هو مش عاجبك. كاسكي تي دي، ماذا تقول؟ فبتقول طبعا جيفو شونجي، اريد تغيير سو بونتالون، هذا البنطلون. بتقول جيفو
Je veux essayer un autre. أريد أن أجرب آخر، يعني بنطلون تاني غير ده، يعني أنا عايز أجربه. دي معناه إن أنت ما أنتش راضي عن البنطلون. تون أمي تي دي مون، صديقك بيسألك تاتيني بريفيري، عن زيك المفضل كاسكتي دي، ماذا أنت تقول؟ فطبعا بقول له جو بريفير لو جان، أنا بفضل البنطلونات الجينز، وكمان بقول له جو بريفير لي تيشيرت، أنا بفضل التيشيرتات. يبقى أنا بقول عن اللبس التاني. لو فوندير البائع تي دي موند بيسألك عن مقاسك، انت هتقول ايه؟ مقاسي بيكون 40 وانا بعمل 43. طبعا كل الجمل دي المفروض ان انا سبت لك صفحتين في الفيديو اللي فات ان انت تقراهم بعنايه وتتعرف عليهم. تاسير دي كري ليزي اورين مو، يعني اختك بتصف الاورين مو اللي هي النقوشات بتاعت الروب بتاعها، الحليات يعني. كاسكال دي ماذا هي تقول؟ طبعا هي بتقول لك إليتا فلور، هو بيكون مشجر، وإليتا ريور يعني هو بيكون مخطط. نيجي للجزء بتاع السراكتير أو الجرامير أو الجملة. طبعا هناخد سات على أساس مؤنث، طبعا إن كلمة أوبونيون مؤنث. جي نيم با دي تو سات سو ديزوردر، هذه الفوضى، وكلمة ديزوردر دي مذكر. سي موديل هنا طبعا عشان كلمة موديل يعني نموذج أو نمط. بعدين لوكي اتريشيك، طبعا لوكي برضو هناخد سو في نمرو كاترة، يبقى هناخد برضو أول واحدة. بعدها سو مفرد مذكر عشان كلمة شورت. عندنا فيتمو هنا جمع، هناخد سي اللي هي الجمع. جيم بيان، انا احب جيدا. لا روب كو سيغ مانيكا، ناخد بالنا بقى من كلمة مانيكا كويس جدا. عندنا سو مانيكا داكور. في رقم 8 طبعا هنبقى سو ديفيلي، لان ديفيلي مذكر برضو. انت بترتدي قميص طبعا مؤنث، هناخد سات. كومون تي تروف ليجانز، دي جامع، هناخد سي. اللي بعدها بلوزون مذكر، ناخد سو. اللي بعدها افي، ده مذكر بس مندوب بحرف متحرك، يبقى ناخد سات. بوتيك دي مؤنث، ناخد سات. مجازا محل، طبعا هناخد هنا سو. عندنا باردو نو نافو با، وبعدين تاي، كلمة تاي مقاس الطول، بناخد سات، دي مؤنث. تيشيرت طبعا هنا مفرد، خلي بالك منه عشان بعده ايه، ناخد سي عشان مذكر. تيني دي زي، وزي دي مؤنث، ناخد سات. كولير يعني لون، ودي مؤنث، ناخد ست. الجملة اللي بعدها خاصة بالصفات بقى. مون فرير اخويا امبول روج، عنده بلوفر طبعا مذكر، هناخد روج لان روج اخرها او في المذكر، فما تتغيرش. ساندي بورت ان بلوزون ارايور، بعد الارايور خد صفة جمع مؤنث. جو شوازي ان سور فاتمون، يعني انا بختار سور فاتمون. سور فاتمون هنا هناخد جري لان انا عايز مذكر. بعدها سي ليجانز، ليجانز هتبقى جمع مؤنث. لانفو بورت دي شوسيت، شوسيت طبعا في صفة مركبة، واحنا اتفقنا ان لما تلاقي صفة مركبة او تلاقي مارو اورانج اختارهم. البورتان بيجاما، بيجاما هناخد جون طبعا لانه مذكر. جاشيت انجلي، انجلي طبعا هناخد فير لانه مذكر، هي واضحه قدامنا ايه الاداه قبلها. طبعا ناخد بالنا وانا بحل الجمل اللي انا بقول عليها دي، ان انا باخد بالي كويس قوي من ان انا اكيد حفظت كلماتي، هل هي مذكر ولا مؤنث، يعني ده السبب، ومعتمدش على الترجمة بالعربي، ودي مهمة جدا عندنا. ما تنسوش دعمنا طبعا بلايك في القناة. إلى السيد تيار، تيار جمع مذكر، هتاخد نواخ. عندنا مامير جي بابوا، بعد كلمة بوا فأنا باخد صفة جمع مذكر، يبقى ناخد بلون. عندنا ماسور ادي بون تالون كلير، طبعا الصفة هنا هتبقى مركبة، يبقى مش هغير، هاخد بلو اللي هي مذكر. عندنا في الجملة اللي بعدها جون نيم بالي فيستا، طبعا فيست جمع مؤنث، هناخد جريز. طبعا شيميز برضو مؤنث، هناخد بلو. عندنا بلوز مؤنث، هناخد روج. عندنا شورت طبعا هناخد بلون عشان ده مذكر. روب طبعا عندنا فساتين هنا جمع مؤنث، هناخد صفة مركبة، ما بتتغيرش. اي صفة مركبة، احنا قلنا بقى صفة مركبة بعد سي، بعد اون، مارو اورانج، ما بيتغيروش. طيب الى شيت دوزان روك، طبعا جمع مذكر فهناخد اورانج. اما بلاقي اورانج ومارون دول بينقذوني قوي بسرعه كده.
مون فرير اخويا عنده قميص اكارو، كارو جمع مذكر يبقى هناخد مارو. لي فام اون بلون، لان بعد اون دايما صفه مفرد مذكر. رانا ادور لي تيشيرت، تيشيرت طبعا مذكر قدامكم فهناخد فير. تعال نخش على الصفات. ما سير اي تري جولي، طبعا نو هتبقى سامبا، لان انا عايز صفه مؤنث، مفيش هنا صفات مؤنث، فهضطر اخد سامبا لان احنا عارفين ان سامبا من صفات مفردها في المؤنث والمذكر واحد، لان اصلها كلمه سامباتيك، وسامباتيك اخرها كو، لاخره كو لا يؤنث او مذكره زي مؤنث يعني. جاشيت نوفال شيمي زامونش، كلمة مونش دي جمع مؤنث فهناخد كورت. عندنا بعد سي صفة مفرد مذكر يبقى ناخد اوريجينال. جينيم باسيت بليزون، بعد سي صفة مفرد مذكر يبقى ناخد مونش. جي ني با دو جيب، جيب طبعا مؤنث هناخد لونج. بونتالون طبعا جمع مذكر هناخد سوبر. جات لنا الصفة الثالثة بقى، يبقى قلنا ما تلاقي مارو وأورانج وسوبر اختارهم، ما تلاقي الصفة مركبة اختارها. تمام. طيب عندنا هنا سي مايو دو بان سون، طبعا مايو دو بان جمع مذكر يبقى هنختار نيل سيئة. سي روب سي تري جولي، الصفة بعد سي مفرد مذكر. جيم لي كولير فونسي، أنا بحب الألوان الغامقة، جمع مؤنث هنا عشان كلمة كولير. جو تروف شي تي شوسيت تريبال، بال طبعا جمع مؤنث على اساس طبعا ان نمرو 10. الصفه هنا بتعود على مين؟ بتعود على كلمه شوسيت، والشوسيت معناها شرابات يعني، وطبعا شرابات جمع ايه؟ مؤنث، فالصفه هنا بتعود على ايه؟ على جمع مؤنث. هناخد بالنا منها كويس عشان نبقوا حافظينها وعارفينها، يعني الامر بيبقى عندي ايه واخد بالي منه كويس جدا في الصفه اللي قدامي. احداشر مهمي دو تيشيرت، طبعا هتبقى سري جمع مذكر. عندنا جيم بيكو لاغوب، طبعا اني السادة طبعا، لان بعد كلمة لاغوب انا عايز حاجة مؤنث. جاشيت نجيب انسوال، المادة الخام بتاخد اون. جيمي انجلي فيولي اكارو، الكاروهات طبعا بتاخد رايير بتاخد عندنا مونش كورت بتاخد عندنا كلمة بوا برضو بتاخد عندنا اللي هي منقط، طبعا كلنا فاهمين الحاجات دي معايا على اساس الشرح اللي احنا شرحناه. مادة خام اللي هي الصوف تبقى تاخد اون، اما كلمة فلير بتاخد وكلمة كابوش برضو بتاخد كابوش بتاخد يبقى احنا عرفنا الحاجات اللي بتاخد هي ايه، وطبعا المواد الخام بتاخد اون طبعا، والصفة المفرد المذكر. تري بيجي بعدها ظرف او صفة كلمة بيان، تري بيجي بعدها ظرف او صفة كلمة بو. عندنا طبعا جيم بكو دايما عشان بعدها اسم. سدام بورت ديفيد مو تري شيك، شيك جدا طبعا. جيم بكو احبه كثيرا هذا، احنا اتفقنا ان التري بعدها ايه؟ صفة او ظرف، اما بكو بعدها اسم او بتيجي في نهاية الجملة، او ممكن يجي بعدها دو تبقى ظرف كمية زي اسم قبل العادة او التجزئة. جي تروف سي بانتالون تري موش، لان موش معناها سيء يبقى دي صفة. اللي بعدها اون بورت، اتصرف زي ايل. سي لي جانز تي فون بيان، لان الفعل هنا جمع يعادل ال اللي هي هن، فهن هصرف معاها فيرب عليه مش بشكل صحيح، هيبقى بون. كلير دي تيست، دي تيست طبعا متصرفه مع ضمير ال هي على اساس ان تكره الفساتين الطويله. هنا طبعا فو زافي، هل لديك مقاس ستة مقاس ثلاثة من فضلك، فناخد بالنا كويس قوي في الجملة دي. فو فات تروا سيلوبلي فو زافي، يعني هل لديك، طبعا انت بتعمل مقاس ثلاثة من فضلك، من فضلك دي لا، يعني انت بتعمل مقاس ثلاثة واكتفي،
داكور. كاس كوتي بونس طبعا، مع احنا قلنا مع كاس خد بونسي زائد دو، مع كاسك خد بونسي زائد ايه زائد دو، دي مهمة قوي عندنا. كي عارفين كي لي بيرسوناج سي، من يكون الشخصيات على الصورة. طبعا هناخد ايه، لان بعد كي، كي لو سألت عن فاعل بصرف دايما الفعل مع ضمير ال، سي ني سا، سا ني تي فا، فا طبعا لان انا هصرف مع سا وسا بتعادل الضمير ال. Mes amis, أصدقائي، دي روب دو سواري على فاتة، يبقى هيرتدوا فساتين للسهرة في الحفلة، مش يحبوا فساتين، لأن دايما يحب تاخد أداة معرفة بعدها. يكونوا يذهبون، دي طبعا المعنى مش هيمشي خالص، ده على الأقل بخلاف التحليلات الأخرى. تافيست اي موش، يعني الجاكيت بتاعك سيء غيره، يبقى شانج لا. طب ليه انا صرفت هنا مع ضمير تي؟ لان في طا. طب ده زمن ايه؟ ده زمن امر. كي بورت دي روبا بوا، من يرتدي فساتين منقطه، يبقى بورت هنا اللي هتبقى صحيحه في الجمله دي. سيتان مايو دو با، دايما كلمه مايو دو با، مايو دو با. الي تاتوا ده بتاعك سو بليزون، وي سي ما بليزون، مون بليزون باردون، مون عشان مذكر طبعا كلمة بليزون. مون امي، صديقي، ام لا مود، بيحب الموضة، لكن الا مود يعني على الموضة، يبقى هو بيحب الموضة. اوليفير ادمير، معجب بهذا، يبقى لو بليزون. دو مارتين بالجاكيت بتاع مارتين. تي ساي ستاي داكور، يعني انت هتجرب هذا المقاس فانت موافق. كلي تونا في سير، طبعا دايما افيو اوبونيون بياخدوا حرف جر سير بعدها، وطبعا احنا قلناه وشرحناه، ويا ريت ان نتابع الحاجات المهمه. جيني بادي تو، انا لا احب اطلاقا. با دي تو، وده اصطلاح طبعا زي ما قلنا مع بعض. با دي تو، با دي تو يعني اطلاقا لتاكيد النفي. كاسك طبعا مع بونسي او كو او كوا. كومو مع تروفي زي ما قلناه. اي سو بول، يبقى كومون، كيف يكون هذا البلوفر؟ ما فيش كومون، يبقى اكي الى من او تعميل. كو ام تي، ماذا تحب ان ترتدي؟ اللي بعدها طبعا انكوا، لا هنا كومون، كومون كيف يكون الجيبه بتاعت. طبعا كو معناها متى، انا عايزك تجيب ادوات الاستفهام اللي هي طبعا عندنا كي كو كوا، كون كالبور كوا، او كومو كومبيادو، التسع ادوات استفهام الشهيره عندنا، وتحفظهم كمعنى وتعرفهم كويس جدا، جامد جدا جدا تعرفهم عندنا. لا جيب، فاحنا خدنا كومو، كيف تكون جيب سويت، تو فا بروندر، يبقى كال سويت هتبقى مذكر، اي سويت انت هترتديه. اللي بعدها تي تروف، اما تلاقي تروفيه خد كومو. ماشي، كيف تجد هذا الفستان؟ طبعا احنا اتاخرنا، ممكن الواحد متعب شويه من كتر الشغل، فاعذروني. تيني تي بريفير، يبقى كال تيني تي بريفير. طبعا اي ساتشيميز، يكون هذا القميص، يبقى من اي ماده خام، اون كال ماتير، من اي ماده تكون، يكون الشورت. سون لي بري دو سي روب، يبقى كال سون لي بري دو سي روب، هتبقى كال جمع مذكر. هنا في الايميل، انا يهمني في الايميل ان انت تكون بتعرف تجاوبه. في اي ساعه الحفله سوف تبدا؟ هتقول لا فات، اكتب ورايا لا فات فا كومونسي، تحط ويتر الساعه 8 مثلا، او افانتير الساعه 20. اي كيل فيتمون تي فا بورتير، خلي تي حولها لجو، يبقى جو في بورتير، طبعا في هتصرفها صح وتحط الاي بعد الا، يبقى جو في بورتير ان روب، انا هرتدي فستان طبعا، ممكن اقولها كده، حد يقول جي بورت ان كوستيم نواغ، انا هرتدي بدله سمراء. اللي بعدها بيقول لك اين تذهب لتشتري الملابس؟ يبقى جو في اشيتير لي مي فيتمون، انا هشتري ملابسي على بوتيك، من البوتيك. طيب ما رايك في ملابس هذا المحل؟ يبقى هتروح كاتب سي تري شيك، سي تري شيك، انها شيك جدا طبعا، جمله جميله.
المكتوب عندنا والدتك طبعا ذهبت للبوتيك، اوصف لنا الملابس اللي انتوا اشتريتوها، واوصف زي صديقك برضو. المواضيع دي موجودة عندي فابتدي اشتغل عليها واكون ايه عارفها كويس قدام. تعالوا نحل الاكزامات دول. الامتحان رقم 2 بيقول لي كان لو كان جورناليست، يعني صحفي، بيقول بونجور ميدموزيل، يعني يوم سعيد انساتي. فطبعا هنا هنبص في الجملة اللي قدامنا وناخد بالنا ان هو بيقول لهم اون فوتوغرافي، احنا بنصور دي بيرسون دون لاغي، يعني شخصيات في الايه في الشارع، بنصور شخصيات في الشارع. طيب دكور دون لا ري بور دو كوفرير لي لوك لاكتشاف الاطلالات، فو بوفي ديكرير فوتر لوك بريفري، ممكن توصف لنا الزي المفضل بتاعك. فبيقولوا مون لوك بريفري، زي المفضل جي بورت، انا برتدي جيب كورت، جيب قصيره بفلير اي امبيتيد بول وبلوفر جري رمادي. او سادي بوند، ده بيعتمد يعني على حسب، كلمة سادي بوند دي على حسب. اون جنرال عامة انا برتدي جينز وتيشيرت، ولكن في الصيف طبعا انا برتدي غالبا فساتين قصيرة من القطن بدون اكمام، ده بالنسبة للمرئي. الاشخاص دول فين يا جماعة؟ في الشارع. جميل، يبقى هناخد في الشارع. طب ماري بترتدي جيب ايه؟ احنا قلنا بدون اكمام، صح؟ قصيرة بدون أكمام، يبقى كورت قصير. الفساتين بتاعت ماري بتكون طبعا الفساتين بتاعتها بتكون أنكوتون من القط. طيب الصحفي طبعا سألهم عشان يوصفوا ايه زيهم، طبعا اللي هي ليغ توني. في القطعة اللي بعدها جودي بروشان، يعني يوم الخميس القادم، ريمو واختها ريهام مدعوين لحفل غنائي في الأوبرا، وطبعا والديهم ما بيفضلوش الحفلات الغنائية. هما سوف يبقوا في المنزل بهذه المناسبة. ريمو واختها بونفير حيتسوقوا. لشراء الملابس مع والدتهم. ريهام طبعا هتشتري فستان اسود، وبعدين ريم ما بتحبش الفساتين هتشتري جاكيت احمر. في الجملة الاولانية طبعا يوم الخميس رايحين فيه الاوبرا، اللي بعدها مين اللي هيبقى في المنزل؟ يبقى الوالدين هما اللي هيقعدوا في المنزل. اللي بعدها البنتين هيشتروا ملابس فيتمون. اللي بعدها ريم هتشتري فيست روج، باين روج 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 داكور. تي دي موند ان كوبا، يعني انت هتسأل صديق عن رأيه عن الملابس بتاعك، ماذا انت تقول؟ كيف تجد بدلتي؟ قلناها قبل كده الجملة الجديد. وما رأيك في هذا القميص؟ انت بتعبر عن ميولك للملابس، فبتقول انا بحب كتير التيشيرت اللي من القطن وبحب ارتدي ملابس خفيفة. أنت تصف الزي بتاع صديقك كاسكتي دي، ماذا أنت تقول؟ بتقول صديقي سامي بيرتدي قميص من القط، ماشي، وصديقي بيرتدي تيشيرت أبو. طبعا مش هننسى طبعا إن أنتوا نقرأ كل الجمل ونحاول نترجم بأقصى قدر ممكن من الترجمة والرجوع للكلمات، وبلاش الاعتماد على الترجمات اللي هي سريعة دي، إلا لو كنت أنت بتجيب الكلمات كلمة 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 عشان تدركها واحدة واحدة. ساج دعمنا بلايك عشان نستمر معاكم بإذن الله بقوة. طبعا تي ان بونس يبقى كو او كاسك طبعا مع فيرب بونسير. مون فرير انا روك اريير، طبعا اريير بتاخد سي بعدها صفة مفرد مذكر، ما عنديش مفرد مذكر الا كلمة اوريبال، بشع مرعب. رانا ام بكو تحب كثيرا ليلونات روج، جي سوي داكور افيك تون افي او ساتا في، هذا الرأي عشان احنا قلنا ان افي. طبعا انا بعتمد اعتماد كلي على ان انت حللت الدرس معايا، شفت كلماته، حفظت، بدأت احفظه، فاحنا بنحل مع بعض. فبنحل مع بعض معناه ان انا مذاكر كويس ومحضر الدرس بتاعي، وده سياسة احنا بنعملها حتى في الحصص بتاعت الاونلاين. ما سير بورت ان اوبا بوا، طبعا كلمة بوا هنا هناخد فير.
كلمة موتيفاسيون بور لو فير هي الملابس اللي انت هتشتريها للصيف، هتقول جو في جو في اشتي ان ان ايه، لا خليها ان منتو معطف مثلا، او ممكن تقول ان بول بلوفر. اين تذهب لشراء الملابس؟ فهتقول جو في، انا اذهب او ماجازان دي فيتمون لمحل ملابس، او الا بوتيك الى البوتيك بوراشيتور سي فيتمون لشراء هذه الملابس، وهكذا. اوصف زيك المناسب طبعا. وصف ازاي؟ معناه انا هروح للموضوع احفظه كويس جدا وبعدين اشتغل عليه. في عندنا امتحان الازهر، امتحان لذيذ وسهل وبسيط، حاولوا تحلوه. تعليقاتكم بقى في الكومنتير هي اللي هتوضح بالنسبه لنا ايه وجهه نظركم في الدرس، ايه الكلمات اللي استفدتها. حاول ان انت تعمل موضوع وتبعته لي في الكومنتير، شوف مستواك ايه ونتعاون في الوصول الى اعلى درجة ممكنة ومستوى. بإذن الله موفقين دائما. اوروفار، ما تنسوش دعمنا.